ارحب بكم جميعا اهلا وسهلا بكم في مصر وفي النسخه السادسه للمؤتمر واتمنى لكم التوفيق وانا عايز اقول لك ان منتزى منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات شركات البحث والتنقيب هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه كل ما هيبقى في اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرتوا او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله تانية وهذا الغاز يصل الى اوروبا اتصور ده هيقلل من حجم الطلب او حجم الضغط الناتج عن الازمه الروسيه الاوكرانيه خلينا نضيف نقطه تانية واختم بيها يعني انا عايز اقول ل يعني اصدقائنا الشركات الكبيره والشركات اللي بتعمل في هذا المجال تاثرتم كثيرا بالانطباع عن فكره الطلب على الغاز والطاقه خلال السنوات الماضيه، وده اثر على حجم الضخ او حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقه الاحفوريه البترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب، وبالتالي لما حصلت الازمتين سواء ازمه كوفيد او ازمه الازمه الروسيه الاوكرانيه ابتدت الاسعار تبقى زياده يعني. ده معناه ان احنا لا نتاثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمه شكرا جزيلا